السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد النهاردة، عايزين كلنا نتكاتف مع ام سيف ونشوف هي راحت فين. فيديو مرعب ومريب جدا. الست كانت فاتحة قناة وقناتها ناجحة جدا، في خلال سنتين معاها 5 مليون مشترك، ما شاء الله ما شاء الله، يعني قناتها مطموع فيها، ممكن يكون تعرضت لضغط او اختطاف. هي شكلها كان قلقانة جدا وهي بتقول، زعلانة، عينيها فيها دموع، فيها خوف. الحركة اللي هي عملتها دي بايديها، ان هي تدخل صباعها جوه كده وتقفل ايديها عليها، وفي اثار تعذيب على ايديها من قدام، شايفين الكفة تحتها لون اسود كده، مش عارفين ده ايه. و فعلا فعلا خروجها فجأة كده غريب جدا جدا جدا. كلنا ندعي لها يا رب كده ان يفك كربها، ولو كانت واقعة في أزمة يطلعها، بس عايزين كلنا نتكاتف علشان نوصل ايه يعني للحقيقة. زعلنا جدا جدا، هي انسانة مجتهدة واشتغلت على القناة بتاعتها، ظروفها كانت صعبة، وهي طبعا انتوا عارفين ان هي سورية وراحت عاشت في تركيا. في كلام كتير قوي وقنوات كتير قوي نزلت اخبار بالكذب، الله اعلم صراحة يعني، بس مش عارفين هي دي لعبة منها زي الحاجات اللي بنشوفها في اليوتيوب، ولا فعلا هي للاختطاف او الابتزاز. يا رب يبين الحقيقة ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. عايزين نعرف، وهندننا ورا الموضوع كلنا ايد واحدة في اليوتيوب لغاية ما نعرف هي راحت فين، وربنا يرجعها بالسلامة يا رب. ومعاكم هنا بقى ان شاء الله في فيديو، طبعا هوريكم الحركات اللي هي بتعملها، وكانت متأثرة جدا جدا وهي بتتكلم. طبعا انا قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض، أحلى سنتين مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلأ جا الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. شايفين يا جماعة وهي بتقول لكم، انا عايزة اقول لكم حاجة على اليوتيوب، ان انا خلاص خلصت وعايزة اقول لكم حاجة. ما قالتش اي حاجة خالص، هي عملت الحركة بايديها ووطت في الارض، وبعدين بصت لحد على شمالها، وبعدين بصت لحد قدامها زي ما يكون ورا الكاميرا، ف حاسة ان في حد حواليها، حد غصب عليها ان هي تعمل كده. كلنا شايفين ده بعينينا، فربنا معاها يا رب ويفك كربها بإذن الله بإذن الله. كلنا ندعي لها ان ربنا يرجعها بالسلام، ونلتقي ان شاء الله كده مع اخبارها اول باول.
فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.